جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للخاطب أن يرى خطيبته بعد الخطبة علما بأنهم بوجود محرمها والسلام عليكم؟ نعم، لا بأس إذا خطب امرأة أن ينظر إليها، يدعوه إلى الرغبة فيها بحضور وليها، انظر إلى وجهها وكفيها، هذا مرخص فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به لأنه مظنة الرغبة والاستمرار في الزواج. نعم.